اذا مشاهدي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر مباشره من قلب مدينه بن سليمان، بالضبط شارع حسن الثاني وامام البلديه. فمشهد اخر غريب بعد لايف شوف تي في على هذه البلاكه اللي كانت محطوطه في هذا المكان اللي امامكم اللي محطوط فيه التراب. فالبلاكه التحديدات الحمد لله كانت كتشكل واحد الخطوره كبيره على السائقين، لان سيرتو بالليل صحاب الدراجات الناريه كيكونوا على اليمين، وحتى مول السياره كيشوفها كيروم لواحد الاتجاه، مول الدراجه الناريه كيتفاجئ. العديد من الاتصالات لقيتهم حول هذا المشكل، الحمد لله ما وقع حتى شي 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 اكسيدون الحمد لله. مي درنا لايف تحيدت البلاكه لقينا تراب محطوط في المكان ديال البلاكه في مشهد غريب ويطرح اكثر من علامه استفهام، ومشهد مضحك والصوره امامكم غنيه عن التعليق. اللهم خليوا البلاكه بعدا ولا هاد العرام ديال التراب اللي محطوط بهذه الطريقه الغريبه والعجيبه وفيه الاحجار. فصراحه مشهد صادم بما تحمل الكلمه من معنى، قمه العبث ملي كنشوفوا بحال هذه الاشياء في هذه المدينه، وفي اهم شارع، شارع الحسن الثاني، الشارع الوحيد اللي كاين في هذه المدينه، الشارع الكبير والشارع الرئيسي في هذه المدينه، وامام البلديه، امام عده مؤسسات كبيره هنا في هذا المكان. إذن الصورة أمامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شو تي في، مشهد صادم صراحة أمامكم هالصورة. كيف ما ذكرت فبعد لايف شو تي في على البلاكة اللي كانت محطوطة في هذا المكان، كانت كتشكل خطورة كبيرة على مستعملي هاد الشارع الرئيسي. البلاكة تحيدات، ماي بلاص البلاكة تحط كركور ديال التراب بهذا المعنى، قدو قداش في هاد المكان. الصورة أمامكم غنية عن التعليق مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شو تي في. صراحة مشهد غريب و مشهد يطرح اكثر من علامه استفهام. تحيد البلاكه اللي كانت كتشكل خطوره كبيره على مستعملي الطريق وتحط فلاسط التراب، ولا التراب كان محطوط الله اعلم. فنورمالمون اللي يحيد البلاكه يحيدها التراب، ولكن اللسان يعجز عن الكلام وعن التعبير صراحة. والله العظيم إلى مشهد كارثي، صراحة مشهد كارثي ومشهد غريب ويطرح أكثر من علامة استفهام. الصورة أمامكم غنية عن التعليق مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. صورة غنية عن التعليق مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في. إذا مشاهدينا الكرام، نعاود نكرر بعدها لايف شوف تي في البلاكة اللي كانت محطوطة وكتعرق الحركة تسير في أكبر شارع بالمدينة اللي هو شارع الحسن الثاني، والمكان هو مكان مهم، مكان بالضبط أمام البلدية وأمام عدة مؤسسات. فالبلاكة تحيدات، ما يحطوا بلاصة بلاكة التراب والحجر في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام. إذا
بقى لي الا نودعكم. الصوره واضحه امامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تي في، شوفوا معايا المشهد الصادم. شوفوا معايا دابا خصك تبعد، وباش تبعد غادي تزاحم اللي جاي في الاتجاه المعاكس، والله يحضر السلامه وصافي. اذا نهاركم مبروك، نلتقي في بث مباشر اخر، الى اللقاء مشاهدينا الكرام.